معي شنو هي أسباب الحريق وهل تسبب في خسائر. ضيفنا في المباشر العميد معزة ريعة الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية. على إين سيد العميد، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مساء النور، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، مرحبا. شكرا ليك، فضلك. تمت السيطرة على الحريق من قبل عوين الحماية المدنية في غضون ظهر لي، تم تطويق الحريق والسيطرة عليه. بالفعل هو تم تطويق الحريق والسيطرة عليه، ما تمعش يشكل خطورة سوى المبنى أو المباني سوى نفس المبنى أو المباني المجاورة ليه. ثم تعرفوا الحريق اليوم انطلق كما تسمع الساعة 5:21 مساء. الحريق هذا معناته يعني أول ما تم أعلامنا عليه تم توجيه 6 شاحنات أطفاء حماية مدنية متوى ذو ثلاث إسعاف، ثم تم تعزيز مثل الإمكانيات نتاعنا غاديكا ب يعني شاحنات أطفاء من وحدة المجاورة باش يولي يعني الشاحنات الأطفاء الموجودة على عين المكان 12 شاحنة أطفاء. كذلك عندنا زوج شاحنات سلم ميكانيكي اللي قامت بعملية الإخماد على مستوى الواجهات. كما تعرفوا نحن الحريق هذا اندلع من على الطبق الأرضي ثم امتد إلى باقي الطوابق على مستوى الواجهة الأمامية، ما اضطرينا إلى عمل القيام بعملية الإخماد بشاحنة السلم الميكانيكي اللي وفرت لنا الدعم على مستوى الواجهة. وكذلك عندنا فرق أطفاء ووحدة أطفاء قامت بعملية الأطفاء على مستوى الطبق الأرضي، والحمد لله تو متى يعني تم السيطرة عليه. متى معناتها الحريق كان في الواجهة الخارجية، في الواجهة الخارجية كما شفتوا تصاعد دخان كثيف، كما شفتوا في التصاور في الفيديوهات تصاعد دخان كثيف وكذلك نيران. الحمد لله تصاعد الحاجة نقولوا باش نطمنوا الناس الكل اللي ما سماش خسائر بشرية وهذا الأهم. الخسائر المادية سيتم تقييمها بعدش بالطبيعة. هذا هو ما تتوحل بحالة كان فهم موظفين سيد العميد في داخل مبنى البنك، وإلا معناتها كيفاش تصرفتوا مع العنصر البشري الموجود؟ هو العنصر البشري كما قلت لك هو ما حالش دون أنه متخروج بعض الموظفين اللي كانوا موجودين غاديك. هو تعرف توقيت كما قلنا 5:15 يعني تجد تقول يعني موجود بعض الموظفين، لكن سلامة الموظفين وبالتنسيق مع إدارة البنك كانت الأولوية مثل الأولوية دي منعطيهم لسلامة سلامة العاملين وسلامة الوافدين على البنك. ناس كل تسأل على أسباب هذا الحريق، هل كانت بفعل فاعل أم هو حادث؟ والله بالنسبة لأسباب الحريق اللي يمشي كلك حاليا مبدئيا حتى كما قلنا نحن توا كنا منكبين متى على عملية الإطفاء الحريق. بالنسبة للأسباب بطبيعة تم تحقيق تفتح في الغرض وهو اللي باش يبين الأسباب مع ملابسة الحريق هذا إن شاء الله في الساعات القادمة تبان شلون بالضبط حسب المعطيات وحسب التحقيق. معناه ماهوش تماس كهربائي كما تم الترويج لذلك أو الحديث عن ذلك. هو ما حسب المعطيات الأولية وأنه ما يعني تم التماس كهربائي في المشربة في البيفات لوطا طبق الأرضي، لكن بطبيعة تأكيد هذا أو نفيه أو ما تقم أسباب أخرى هذه مش تبين بعدش بالتحقيق. واضح، شكرا جزيلا لفضلك المفيد لباس. وتم السيطرة على الحريق وما فماش خسائر بشرية في الحريق هذا والحمد لله. سيد العميد معزة ريعة ناطق رسمي باسم الحماية المدنية، شكرا لفضلك لتجزينا للقاء. يلا نسمعكم لقانا، مرحبا بكم لقانا معكم متواصل حتى للتسعة. شكرا على اختياركم موجاتنا في 60 دقيقة متواصل معكم.